السلام عليكم، عاملين ايه؟ ان شاء الله كنتوا كويسين. قبل كده خدنا الليست وخدنا باب وخدنا فار وخدنا دايناميك وخدنا حاجات كتيره جدا في دارت. النهارده ناخد حاجه جديده يا شباب. طبعا احنا الحمد لله وصلنا لمستوى كويس، يعني حرفيا انت كده وصلت لمستوى كويس ان انت فهمت الجزئيات دي كلها. لو انت كمان بتحل الاختبارات اللي انا بنزلها على تليجرام يعني كل كام حلقه كده، فصدقني عايش، انت كده وصلت لمستوى كويس جدا. طيب النهارده بقى ناخد حاجه، يعني حلقه خفيفه كده ولكن حاجه مهمه جدا. تمام، طيب اولا يا شباب احنا بشكل عام في الكومبايلر، يعني الدارت بدا يعتبر كومبايلر. طيب ايه كومبايلر؟ الكومبايلر يا شباب اللي هو في حاجه اسمها ماشين لانجويج، اللي هي لغه الاله، اللي هي الزيرو وان، اللي هي الباينري وكلام من ده. انت لما بتيجي بتكلم الاله او اللغه اللي بتتعامل بيها الاله بيكون زيرو وان كذا كذا. فلو انت عايز تكتب اسم او حاجه، يعني انت كبني ادم طبيعي مش هتقدر تتكلم بلغه الماشين لانجويج. فايه الحل؟ الحل ان احنا نجيب وسيط ما بيني وما بين الماشين، يعني اللابتوب ده مش هيفهم اللغه اللي انا بقولها دي ولا انا هفهم الزيرو وان اللغه بتاعته دي. تمام، طيب فايه الحل؟ نجيب وسيط. ايه الوسيط بقى؟ كومبايلر. ايه الكومبايلر ده؟ الكومبايلر ده اللي بياخد مني كود برمجي بيحوله للماشين لانجويج اللي هو الباينري، بحيث ان الماشين او الاله او الجهاز ده يفهم انا قصدي ايه. تمام، طيب ايه اللي بيفهمه بقى الكومبايلر ده؟ بيفهمه ايه؟ بيفهمه لغه البرمجه اللي انا كتبتها له، الكود البرمجي اللي انا بكتبه بيروح للكومبايلر بيحوله للغه 01. تمام، فالماشين هنا بتفهم انا قصدي ايه. طيب فاحنا عندنا حاجه بقى، عندنا في حاجه اسمها ران تايم وحاجه اسمها كومبايل تايم. ايه هو الكومبايل تايم؟ الوقت اللي انا مثلا لما اجي اكتب كود، خلينا ناخد مثال، لو جيت هنا مثلا وعملت برنت بالشكل ده دايركت مثلا برنت، وبدات ان انا اعمل القوسين بتوعنا وبدات ان انا اكتب مثلا في 7 اكس، تمام، ما حطيتش السيمي كولون او مثلا سبتها كده، هنا مفيش اي ايرور. تمام، طيب ليه هنا جاب لي ايرور اصلا؟ ده كده كومبايل تايم. ليه؟ لان انا ما اعلنتش عنه قبل كده. فاحنا ممكن نقول مثلا خلينا نقول سترينج مثلا. يا شباب انا اديكم مثال عشان بس تبقوا فاهمين الفكره عامله ازاي. سترينج مثلا في 7 اكس كده، الفي 7 اكس بقى موجود. تمام، بعد كده بدات اقول مثلا بيساوي مثلا 1 2 3 مثلا، يعني تمام ابدا ان انا اعمل علامه سيمي كولون هنا خلاص. طيب يبقى كده في سترينج اسمه في 7 اكس اللي انا هعمل له برنت. طيب هنا كده قال لي سترينج في 7 اكس ده كده فاريبل. طيب خلينا نقول حاجه، انا مش هحط مثلا، يعني ده كده الكومبايل تايم، في كومبايلر شغال بيشوف انا بكتب ايه وبيبدا ان هو يشوف في سنتكس ايرور ولا لا. بمعنى ان انا لو مسحت علامه سيمي كولون هيطلع لي دلوقتي على طول ايرور، ويبدا ان هو يقول لي في اللاين ده بيقول لي ان في حاجه غلط عندك هنا في الكود ده. احط سيمي كولون وانزل في السطر اللي بعد منه وابدا ان انا امسح مثلا السيمي كولون دي، هيبدا يقول لي على طول ان في ايرور هنا عندك. فده الكومبايل تايم، في الوقت اللي هو بيحلل او الكومبايلر ده بيقرا الكود اللي انت بتكتبه وبيطلع لك لو في ايرور. تمام، طيب فده كده حاجه اسمها الكومبايل تايم. تمام، طيب فهنبدا ان احنا مثلا نيجي نعمل run. تمام، 1 2 3 4 5، بدأ ان هو يعد لحد 5، بدأ يعمل لي هنا برنت لي ال 1 2 3 4 مثلا. طيب لاحظنا ايه هنا؟ ان عدينا لحد 5، فده حاجه اسمها، حاجه ثانيه اسمها الران تايم، اللي هو وقت مثلا اللي لما بيجي يعمل ران للابلكيشن او السكريبت كده، فالران ده بيكون ليه وقت معين. طيب كل ما كان الران تايم اسرع واقل، كل ما كان الابلكيشن او الكومبايلر بتاعي افضل. بمعنى لو انا دخلت مثلا على الفيسبوك كتبت اليوزر نيم والباسورد ودوست تسجيل دخول، كل ما كان سريع في تسجيل الدخول كل ما كان افضل. فهمت قصدي؟ طيب لو جيت ادخل على الابلكيشن انت عامله مثلا، وبدات ان انا اكتب اسم المستخدم وكلمه سر، وبدات ان انا افتح الابلكيشن وبدا يقول لي جاري تسجيل الدخول، وفضلت انا قاعد مستني الابلكيشن يسجل دخول ومش عايز يسجل دخول. ليه؟ لان هنا في حاجه المفروض ان الابلكيشن بيروح للداتابيز بيبدا يقول له اليوزر نيم ده موجود عندك، فبقول له اه، بيعمل ريبلاي، بيبدا انه ياخد ريكويست تاني، الباسورد ده موجود عندك، بيعمل له ريكويست ريسبونس تاني او ريبلاي تاني يقول له اه موجود عندي، فبيبدا ان هو يقول له طب ادي له اكسس، بيبدا ان هو يعمل له يبعت له الداتا بتاعت الاكونت، يبدا ان هو اكسس ويبدا ان هو يحولني لصفحه الابلكيشن. فده كله ران تايم، ده كله وقت التشغيل او يعني بيرن الابلكيشن. تمام، طيب ايه الخلاصه اللي انا عايز اوصلها لك من الفيديو ده؟ ان احنا عندنا حاجه اسمها ران تايم وعندنا حاجه اسمها كومبايل تايم. فمن هنا يا شباب هنبدا ان احنا نيجي هنا ونروح لحاجه اسمها فاينل وحاجه اسمها كونست. تمام، طيب ايه هو الفاينل وايه هو الكونست؟ خلينا ناخد مثال بسيط جدا ونوضح الفكره دي. تمام، طيب بس الاول كان لازم تفهم ان احنا عندنا حاجه اسمها ران تايم. فخلينا نيجي هنا كده
ونبدأ نقول مثلا كده، ونقول ران تايم بالشكل ده، تمام، اللي هو الوقت اللي بياخده الكومبايلر على ما يرن السكريبت او الكود بتاعي، تمام. اما بقى الكومبايل تايم يا شباب، ودي برضو نقطة مهمة جدا هناخد امثلة عليها دلوقتي يا شباب، اللي هو الكومبايل تايم ده يا شباب الوقت اللي بيتكتب، او بمعنى صح الوقت اللي بياخده الكومبايلر بوقت مباشر لما بكون اكتب الكود، فهو بياخد الوقت ده مباشر، بيبدأ ان هو يطلع لي الايرور في نفس الوقت، فده كده الكومبايل تايم، تمام. طيب فخلينا ناخد مثال هنا بقى، جات لنا حاجه اسمها فاينل وجات لنا حاجه اسمها كونست، تمام. فهنستخدم مثلا، هنقول فاينل بالشكل ده، بعد كده هنقول ان الفاينل ده مثلا بيساوي فاريبل، الفاريبل ده هيكون مثلا يوزر، مثلا يوزر نيم، تمام. بعد كده هيكون بيساوي مثلا فيروس بالشكل ده 7x، تمام، جميل جدا. طيب هننزل تحت يا معلم، وهنبدا ان احنا نعمل برنت ل اليوزر نيم، تمام، نقول يوزر نيم بالشكل ده. طيب هنعمل علامة سيمي كولون وهنبدأ ان احنا نرن، تمام. هيبدأ ان هو يعمل ايه هنا؟ هيطلع لي فيروس 7x. طيب ايه هو الفاينل؟ خلينا ناخد الكونست ونبدأ ان احنا نوضح الفرق ما بينهم. هننزل تحت كده ونبدأ ان احنا نقول كونست، ونبدأ ان احنا نقول عندنا فاريبل تاني مثلا اسمه باسورد، مثلا اوضح لك الفكره دلوقتي، وهنقول مثلا ان الباسورد ده بيساوي مثلا ادمن بالشكل ده، نقول مثلا ادمن، تمام. طيب خلينا نوصل بقى للجزئيه اللي انا عايز اوضحها لحضرتك. لو جينا نعمل دلوقتي ران هنا، ناخد البرنت دي نبدا نعملها كات، وهننزل، يا ريتني كنت كتبتها كان اصلا. طيب خلاص تمام كده. دلوقتي يا شباب هنبدا ان احنا نيجي مثلا نعمل رن، ركز معايا هنا. انا عملت رن لليوزر نيم طلع لي فيروس 7x، تمام. عملت رن مثلا للباسورد، هيبدا ان هو يطلع لي ايه؟ هيطلع لي ادمن. طيب بعيدا عن الكلام ده كله، لو رحنا لصفحه الراوتر عارفينها اللي هي 192.168.1.1، هتلاقي ان اليوزر نيم بيكون ثابت على ادمن. يعني اليوزر نيم انت لازم تغيره بنفسك عشان يتغير، لكن هو بيجي من الشركه، بيكون متبرمج السوفت وير بتاعه او الفريم ورك بتاعه، بيكون اساسا اليوزر نيم اصلا ادمن او الباسورد ادمن، فهمت قصدي؟ فاي راوتر انت بتفتحه بتكتب اسم المستخدم ادمن او اليوزر نيم ادمن، والباسورد انت اللي بتغيره او بتلعب فيه، فهمت قصدي؟ طيب نلاحظ هنا ايه؟ ان اليوزر نيم حاجه ثابته، فالكونست هنا اللي هو اصلا مقدار ثابت، الباسورد بيكون حاجه ثابته، فانا هستخدم الكونست مع الحاجات الثابته اللي انا مش محتاج ابعتها للداتابيس. طيب يبقى على كده الفاينل عكس الكونست. هقول لك بالظبط كده، الفاينل ده قيمه نهائيه، بس انا هحتاج ان انا اروح الداتابيس اعمل تشيك عليها الاول. بمعنى اليوزر نيم مثلا في الداتابيز مثلا 1 2 3 او فيروس 7 اكس او في 7 اكس وات ايفر، فانا بعمل تشيك بالفاينل. طيب هل ينفع اغير الفاينل؟ يعني اقدر مثلا اديله قيمه ثانيه؟ اقول لك ما ينفعش، الفاينل دي حاجه نهائيه بتتسجل، وبتبدا ان انت تروح تعمل ريكوست للداتابيز بحيث ان انت تجيب الفاريبل ده. طيب يبقى ايه الاختلاف بقى ما بينهم، او ايه الفرق ما بينهم؟ يعني مثلا دي كده هتبدا ان هي تطلع لي فيروس 7 اكس. طب وجيت مثلا عملت، لو جيت انا قلت مثلا يوزر مثلا نيم مثلا ايكوال، بدات ان انا اديله قيمه جديده، القيمه دي هتكون مثلا بالشكل ده، هنقول له ادمن مثلا 1 2 3. تعالوا نشوف اللعبه دي، هنغير دي نخليها يوزر نيم بالشكل ده، وهنبدا ان احنا نرن. طيب المفروض ان يطلع عندنا ادمن 1 2 3، جاب لي ايرور. طب ليه جاب لي ايرور؟ عشان يا باشا دي حاجه فاينل مش هتتغير خلاص، فهمت قصدي؟ يبقى احنا بنستخدم الفاينل هنا يا شباب مع الحاجه اللي مش هنغيرها قدام، وفي نفس الوقت برضو بتبقى القيمه النهائيه، والكونست برضو مع مقدار ثابت. طيب ده كله ليه؟ يعني ده انا هستخدمه في ايه؟ طب ما استخدم فاينل وخلاص، او استخدم كونست وخلاص، ما الاثنين مقدار ثابت. هقول لك يا معلم، ما انت في حاجات لما تيجي تعمل ابلكيشن مثلا هتحتاج اللي انا قلته في بدايه الفيديو، ان انت يكون الابلكيشن بتاعك سريع، تمام. فمثلا انت مش هتحتاج، لو انت بتبرمج حاجه شبه فريم ورك بتاع راوتر وصفحه تسجيل دخول كده، اليوزر نيم هيكون عندك ادمن، فده مقدار ثابت، مش محتاج ان الابلكيشن يروح يعمل ريكويست وريسبونس من الداتابيز ويقول له اسم المستخدم ايه او اليوزر نيم ايه، فهمت قصدي؟ فهو ادمن، فانا هخليه فاينل او اخليه مثلا كونست، حاجه ثابته عندي، تمام. طيب في نفس الوقت برضو الفاينل بيروح يعمل تشيك في الداتابيز، الكونست ما بيروحش يعمل تشيك في الداتابيز، بيبدا ان هو يسيفها في الكود دايركت، يعني دي حاجه قيمه
ثابته مش هروح اعمل تشيك في الداتابيز. ليه؟ يبقى انا كده هاخد وقت. لو رحت عملت تشيك في الداتابيز مثلا من الابلكيشن للداتابيز هاخد مثلا حوالي 3 4 ثواني، وفي الفاينل هياخد مثلا 3 4 ثواني، يبقى انا كده 8 9 ثواني. يبقى الابلكيشن عشان بس يعمل لوجن هياخد حوالي 10 ثواني. طب ما اخليهم 4. طيب ايه هو الحاجه اللي انا استغنى عنها اللي انا مش محتاج اروح اشوفها في الداتابيز؟ اللي هو مثلا اليوزر نيم اللي هو بيكون ادمن حاجه ثابته. فانا هبدا ان انا اخلي الادمن دي حاجه كونست. فهمت قصدي؟ فدي الفكره يا شباب. الفاينل والكونست الفكره منهم والمهم منهم ان انت بتنجز وقت مثلا اي عمليه بتحصل ما بين الابلكيشن وما بين الداتابيز. تمام. طيب في نفس الوقت برضو القيم بتاعتهم ثابته، الكونست مقدار ثابت، الفاينل دي حاجه نهائيه، قيمه نهائيه. الفاينل بتعمل تشيك في الداتابيز، الكونست بتعمل تشيك دايركت في الكود في الابلكيشن. تمام. ده باختصار الفيديو، بتمنى تكونوا فهمت الفكره. ان شاء الله الفيديوهات الجايه شباب برضو هنشرح فيها حاجات اوسع من كده بقى، وخلاص هندخل في التقيل، وان شاء الله برضو هنت كلها يعني مش عايز اقول لكم كام حلقه، بس قربنا ان احنا نخلص وندخل في الاندرويد ستوديو ونبدا نكريت بروجكتس حقيقيه، وهنبدا ان احنا نبرمج ابلكيشنز حقيقيه نقدر نستفيد منها في شغلنا وفي سوق العمل وفي شغل الشركات او حتى في اي مجال انت عايزه خاص بالسوفت وير انجينيرنج. فده باختصار الفيديو، وان شاء الله نشوفكم في الفيديو الجاي. السلام عليكم.